انت ممكن تكون موجود على اليوتيوب بقالك فترة طويلة وحاولت كتير، لكن للأسف مفيش مشاهدات ومفيش مشتركين. ممكن كمان تكون عملت 300-400 فيديو لكن مفيش اي تحسن في القناة بتاعتك، واكيد حاولت ان انت تحسن العنوان والصورة المصغرة ومحتوى الفيديو وكل شيء، لكن برضو لسه مفيش نتائج. المشكلة في الموضوع ده ان انت ما بتبقاش عارف اصلا فين المشكلة. من كام يوم كده تواصل معايا واحد من زملاء اليوتيوبرز وكان عنده مشكلة في القناة بتاعته. لما بصيت على القناة لقيت ان هو عنده 300 فيديو، يا رقم كبير جدا 300 فيديو، لكن عدد المشتركين عنده كان كام؟ كان 570 مشترك. انت متخيل مفيش نسبة وتناسب ما بين عدد الفيديوهات اللي عنده وما بين المشتركين. ولما سألته انت بتهتم بالمحتوى بتاعك بتحاول تحسنه، قال انا بعمل كل شيء لكن اليوتيوب مش عايز يطلع القناة بتاعتي. وكانت المشكلة عنده في قناته واضحة جدا لكن هو مش شايفها، واكيد هيكون عندك انت كمان نفس المشكلة. السر في اليوتيوب يا جماعة مش في عدد الفيديوهات، وعشان كده انا عملت الفيديو ده عشان اشارك معاكم تجربتي، فيديو من القلب للقلب كده، هحكي لكم على كل شيء انا واجهته في اليوتيوب والمفروض انت كمان تقدر تواجهه وتتغلب عليه باذن الله عشان تبقى فعلا يوتيوبر ناجح، ما تبقاش فقط صاحب قناة وطول الوقت قاعد عمال تشتكي. لو انت مهتم بالموضوع خليك معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. لو أول مرة تشوفني أنا أحمد ممدوح، والقناة بتهتم بتطوير مهاراتك في صناعة المحتوى عشان يكون عندك بيزنس أونلاين. لو مهتم بالمجال ده ممكن تشوف الفيديوهات اللي موجودة في القناة وإن شاء الله تعجبك وتشترك معنا. بالمناسبة لو مهتم بالكورسات بتاعتنا هتلاقي عرض الجمعة البيضاء إن شاء الله بإذن الله أسعارها تعجبك جدا. شوف الرابط اللي موجود في صندوق الوصف، ولو عندك أي استفسار ممكن تستفسر عن طريق الواتساب اللي موجود مع فريق العمل. بصراحة المنافسة على اليوتيوب ما بقتش سهلة أبدا، لأن أي حد عايز يدخل على المنصة دي يقدر يدخل حالا. حتى لو انت موجود معايا في الفيديو ده وعايز تعمل قناة على اليوتيوب تقدر تعملها بسهولة. ببساطة خالص يكون عندك جيميل، تدخل على الجيميل بتاعك وبعد كده تفتح اليوتيوب، ومن داخل اليوتيوب بتضغط على ايكون اليوتيوب وبعد كده تقول له انشاء قناة. كده بقى عندك قناة على اليوتيوب. مبروك يا عم، انت بقيت يوتيوبر وكده انت بدأت اول خطوة في صناعة المحتوى على اليوتيوب. خطوة جميلة وإيجابية وبنكون مبسوطين جدا لما بنعملها ونبدأ ونتمنظر بقى على أصحابنا وتقول لهم أنا يوتيوبر، أنتوا مين؟ أنتوا عندكوا إيه؟ وتبدأ تفكر تسيب شغلك، وقصص كده كتيرة بتحصل في البداية، لكن الواقع مش كده. المشكلة إنها زيها زي أي حاجة، لما بتبدأها بتكون مبسوط جدا وبعد فترة بسيطة بيبدأ الشغف بتاعك يقل، وده طبعا بيحصل معانا على سبيل المثال لما بنسجل في الجيم وندفع اشتراك السنة ونروح 3 ايام وبعد كده ما نروحش تاني. الموضوع ده طبيعة في البشر، مش مشكلة عندك انت لوحدك. طيب تقول لي يا عم احمد، طب انا موجود على اليوتيوب وعمال بعمل فيديوهات وبحاول وبجتهد لكن ما عنديش اي مشاهدات او مشتركين تتناسب مع الشغل اللي انا بعمله. هقول لك ما هي دي اصل المشكلة. عارف ليه؟ لان انت عمال تعمل نفس الحاجة ومعتقد ان هيبقى في نتائج مختلفة. لازم تغير اللي انت بتعمله عشان توصل لنتائج مختلفة. ما هي دي اصل المشكلة، ان انت عمال تعمل فيديوهات وبنفس الطريقة ومفيش نتائج وبرضه مكمل. المفروض تغير الطريقة عشان توصل لنتيجة مختلفة. ما ينفعش تعمل نفس الحاجة وتتوقع نتيجة مختلفة او تحسن في القناة بتاعتك. الفكرة ان انت بتبقى محتاج يا اما تغير شوية في المحتوى، يا اما تطور مهارات معينة، يا اما تفكر بطريقة مختلفة في المحتوى اللي انت بتعمله. لكن طبعا انت ما بتبقاش شايف الموضوع ده لان دي قناتك، صعب تشوف المشاكل اللي فيها. فمن الطبيعي انك ما تزعلش ان مفيش نتائج، لان مفيش اي خطوات انت بتعملها عشان توصلك للنتائج الافضل على منصة اليوتيوب اللي عليها منافسة كبيرة في الوقت الحالي. بل بالعكس، ممكن كمان تكون انت بتدور على خطوات اسهل وطريقة اسرع عشان تجيب محتوى غيرك وتحطه عندك في القناة. اليوتيوب ما بيشتغلش كده يا جماعة. خليك معايا لاخر الفيديو عشان ان شاء الله هديك رابط هيساعدك ان انت تراجع قناتك بنفسك وتعرف المشكلة ايه، وهيجيلك ايميل بالمشكلة وحل المشكلة باذن الله. في حاجة مهمة لازم نعرفها، مش معنى ان انت عملت قناة على اليوتيوب يعني انت خلاص بقيت يوتيوبر وصانع محتوى. انت بدأت اول خطوة في صناعة المحتوى، لكن صناعة المحتوى بتحتاج مجهود ووقت وتطوير وتركيز وتنظيم وحاجات كتيرة لازم تتعلمها في رحلتك على اليوتيوب. المفاجأة بقى عشان ما اقفلهاش في وشك، ان الكلام ده مش صعب،
لكن انت مش عارف تنظمه ازاي وترتبه ازاي، وممكن كمان تكون مش عارف تتعلم ايه قبل ايه، عشان كده انت حاسس ان الدنيا كبيرة بالنسبة لك ومش عارف تبدأ منين. وطبيعي جدا لو انت ما شفتش نتائج اول شهر وشهرين، فانت هتقول ان اليوتيوب ده عبارة عن منصة نصب وناس بس معينة هي اللي بتنجح عليها، وما تكملش على اليوتيوب، لان دي طبيعة الانسان. اي حد في الدنيا لو ما شافش نتائج ما بيبقاش عنده الحماس ان هو يستمر في اللي هو بيعمله، وممكن كمان تكون خايف ان مجهودك يضيع على الفاضي. على فكرة نفس الكلام ده بالظبط كان احساسي لما بدأت قناة على اليوتيوب. قعدت كتير وحاولت وقعدت اشوف حاجات جديدة، ولقيت ان انا عايز اتعلم حاجات كتيرة، لكن الفرق الوحيد اللي ساعدني ان انا ما عنديش حاجة اسمها استسلام. بما اني خدت قرار والقرار ده صح مش غلط، فخلاص انا مكمل لحد ان شاء الله ما اوصل للنتيجة اللي انا عايزها، مهما كان الوقت اللي هياخده مني، لكن في الاخر انا شايف طريقي ورايح للطريق ده باذن الله. وعلى فكرة قرار دخولي في منصة اليوتيوب يعتبر من افضل القرارات اللي انا خدتها في حياتي، وعمري ما هندم على القرار ده. انا لو هندم على شيء هندم ان انا ما بدأتش بدري على اليوتيوب. الحمد لله اليوتيوب فتح لي مجالات كتيرة جدا انا اصلا ما كنتش شايفها، وخلى عندي بيزنس فعلا بقدم فيه خدمات وكورسات واستشارات وكوتشنج، وكل ده بسبب تواجدي على اليوتيوب. ولو ما كنتش موجود على اليوتيوب ما كنتش اصلا هعرف الكلام ده عبارة عن ايه. لا اقدر اقوله لك حتى من غير ما اشوف قناتك، انا عارف المشكلة بالظبط ايه في قناتك. انت كل هدفك على اليوتيوب ان انت تراضي اليوتيوب نفسه وتعمل محتوى يقبله اليوتيوب، وده جميل ومش غلط، لكن مش اي محتوى اليوتيوب بيقبله بينشره ويرشحه لجمهور كبير. هي دي محور المشكلة الاساسية اللي عندك، ان انت مركز على الحاجة الغلط، ومش اهم حاجة المفروض تركز عليها في المرحلة الاولى على اليوتيوب. طيب يا عم احمد اركز على ايه؟ على الصورة المصغرة ولا على العنوان ولا اعمل ايه بالظبط؟ كل دول حاجات مهمة ولازم تتعلمهم في رحلتك على اليوتيوب، لكن الاهم من كل دول هو ازاي تعمل محتوى يوصل المشاهد انه يقعد على الفيديو بتاعك اطول وقت ممكن. مش بس كده، ده كمان بعد ما يشوف الفيديو يروح لفيديو تاني ليك وتالت ورابع وخامس، كده انت هتبقى حبيب اليوتيوب وكفاءة، وهيكافئك مكافأة انت لا تتخيلها. هو ده السر في نجاح اي فيديو على اليوتيوب مهما كان. مش عايزك تقفل الفيديو وتقول خلاص خدت المعلومة، في كلام مهم جاي، ركز معايا وسيب كل اللي في ايدك. السؤال هنا بقى، هل صناعة المحتوى شيء سهل؟ طيب تصنع محتوى في ايه وازاي، وتخلي المشاهد يكمل الفيديو بتاعك ازاي؟ كلمة السر هنا في مجال القناة المحدد والواضح، والاستمرار في تقديم محتوى لشريحة معينة من الجمهور، يعني ناس معينة انت اخترتهم وقلت هم دول اللي انا هقدم لهم المحتوى بتاعي، يعني هحللهم مشكلة، وتبدأ تعمل محتوى باستمرار وتحسن المحتوى ده، ويكون المحتوى في المجال اللي انت اخترته، وتكون كل مرة بتعمل فيها الفيديو افضل من المرة اللي قبلها. وبالطريقة دي هتلاقي نفسك في اقل من 6 شهور فعلا وصلت تحقيق الشروط. جرب ودعيلي. في قنوات على اليوتيوب بتشرح بس برنامج الاكسل، شوف المشاهدات بتاعت القنوات دي عاملة ازاي، وصل الارقام كبيرة جدا. ليه؟ لان صاحب القناة ده ريح دماغه، ركز في حاجة واحدة بس، فأي حد بيدخل على القناة مهتم بموضوع الاكسل في الغالب هيشترك وهيتابع الفيديوهات بتاعته، لان هو كل مرة بيحاول يعمل فيديو افضل من اللي عمله قبل كده، وبالتالي المشترك اللي عنده هيفضل كل مرة يشوف الفيديو بتاعه، وده اللي اليوتيوب عايزه منك. انا عارف ان الموضوع ده ممكن ما يكونش سهل في البداية عليك، لكن لو ركزت فيه صدقني هتلاقي ان الموضوع اصبح اسهل، وكل مرة تعمل فيديو تلاقي ان التصوير اسهل وكتابة المحتوى اسهل وهكذا. خليني اقولك على شوية نصايح بناء على خبرتي في مجال صناعة المحتوى لسنين طويلة، بس النصايح دي تطبقها لما تكون فعلا حددت المجال بتاعك ومجال واضح في القناة واخترته صح، وعملت خطة للقناة بتاعتك، وخلاص نويت ان انت فعلا هتمشي في المسار الصحيح ان شاء الله في صناعة المحتوى على اليوتيوب. طيب لو انت مش عارف، شوف الفيديوهات اللي هسيبها لك في صندوق الوصف، فيها نماذج لان انت تملاها وتعرف بالظبط تختار المجال المناسب ليك بناء على امكانياتك انت، وكمان تعمل خطة للقناة بتاعتك بشكل مجاني ان شاء الله. اول حاجة لما تيجي تحضر فيديو او عندك فكرة فيديو، اكتب ايه الهدف النهائي من الفيديو ده. مش الهدف النهائي ليك انت، انا عارف الهدف النهائي ليك ان انت عايز تعمل دولارات قد كده، لا، الهدف النهائي للمشاهد اللي هيتفرج على الفيديو. لو انا شفت الفيديو بتاعك هطلع بنتيجة ازاي، يعني انا هستفيد ايه،
طبعا مش شرط الاستفادة تكون ان انت بتعمل فيديوهات تعليمي، ممكن تكون انت بتعمل فيديوهات ترفيهي، ففي الاخر انا بعد ما اتفرج على الفيديو بتاعك اطلع من الفيديو مبسوط. هي دي يمكن اهم من محتوى الفيديو نفسه، أدام أنا طلعت بنتيجة من الفيديو بتاعك فالفيديو بتاعك نجح، وبالنسبة لليوتيوب المكافأة بتاعتك إن ينشروا العدد أكبر من المشاهدين. فرانك كيرن من المسوقين اللي أنا بحبهم جدا، يعتبر من كبار المسوقين في العالم، وحضرت له أكتر من كورس. فأحد كورساته كان بيقول لما تيجي تعمل كورس اعمل كورس بعقلية إن الناس لو ما استفادتش من الكورس ده فأنت مش هتاخد فلوس. متخيل بقى أنت ممكن تعمل الكورس ده عامل ازاي؟ يعني شوف الناس دي بتفكر ازاي. وعلى فكرة ما فيش فرق كبير ما بين عمل كورس وما بين عمل فيديو على اليوتيوب. طيب كمان وانت بتحضر المحتوى من المهم جدا جدا ان انت تختار العنوان بتاعه والصورة المصغرة وانت بتحضره. طيب ليه المفروض تعمل كده؟ لان اثناء ما انت بتختار الصورة المصغرة لو انت خلاص حددتها والعنوان، ممكن دول يخلوك تغير شوية في المحتوى بتاعك. انت متخيل ان في بعض اليوتيوبرز بيقولوا لو ما لقيناش صورة مصغرة مناسبة لمحتوى معين ما بنعملش الفيديو اصلا. انت متخيل اهمية الصورة المصغرة والعنوان عاملين ازاي؟ انا عايز اقولك لو انت حطيت مجهود 30% في صناعة المحتوى في الفيديو، حط 70% في الصورة المصغرة والعنوان. ولو عايز تتعلمهم بشكل احترافي هسيب لك فيديوهين هيساعدوك ان شاء الله تتعلمهم، وتكتب العنوان ازاي وتفكر فيه ازاي. وطبعا مع وجود ادوات الذكاء الاصطناعي الموضوع اصبح سهل جدا. رقم 2 واللي انا متأكد ان انت واقع فيها دلوقتي لان انا وقعت فيها فترة طويلة، ما تقارنش نفسك بحد. ما تقعدش طول الوقت عمال تفكر اليوتيوبر اللي موجودين احسن مني، عندهم ادوات اكتر، عندهم خبرة اكبر، انا فين والناس دي فين؟ معقول انا في يوم من الايام هقدر انافسهم؟ على فكرة النقطة دي من اكتر النقط اللي كانت بتأثر عليا جدا على اليوتيوب، لكن بعد ما فهمتها صح فرقت معايا جدا. انت لازم تقارن نفسك بنفسك، يعني كل ما تعمل فيديو تشوف الفيديو ده افضل من الفيديو اللي قبله ولا لا. مالكش دعوة بغيرك ومالكش دعوة بادوات غيرك، انت ممكن تتفرج عليهم عشان تطور من مهاراتك وتشوف انت محتاج ايه، ممكن تعمل ايه افضل منهم، ممكن تضيف ايه على الفيديو بتاعك يكون افضل، لكن ما تقارنش نفسك بيهم لان المقارنة دي غير عادلة. انت كده بتظلم نفسك، انت لسه بادئ على اليوتيوب بتقارن نفسك بواحد بقاله 10 سنين على اليوتيوب، انت كده بتحكم على نفسك بالاعدام، حرام عليك. ركز في نفسك وشوف انت ممكن تعمل ايه افضل، وكل مرة تطور عن المرة اللي قبلها صدقني هتفرق معاك جدا، وهتلاقي نفسيتك ارتاحت وانت محتواك دايما في تحسن. رقم 3، ما تستعجلش النتائج، وخلي هدفك على اليوتيوب في البداية انك تصنع افضل فيديوهات ممكنة مع تطوير المحتوى بشكل مستمر. يعني مرة تحسن الصوت، مرة تحسن المونتاج، مرة تحسن المكان اللي انت فيه، مرة تحسن المحتوى بتاعك وهكذا. بس الفكرة ما تستعجلش ان يكون فيه مشاهدات ومشتركين، صدقني لان اليوتيوب بيتعرف على القناة بتاعتك وعلى قدر عدد الفيديوهات والمجهود اللي انت بتبذله بقدر المستطاع بيبدأ هو يحرك القناة بتاعتك وينشر الفيديوهات بتاعتك. الخلاصة في النقطة دي اعمل محتوى مفيد وسيب اليوتيوب هو اللي يتعامل. وعلى فكرة الموضوع على اليوتيوب ممكن بفيديو واحد، يعني فيديو واحد تعمله صح اليوتيوب يلاقي تفاعل كبير عليه ينشره، تلاقي قناتك تاني يوم في حتة تانية تماما. وممكن تكون انت توقفت عن صناعة المحتوى وكان بقيلك هو الفيديو ده اللي ممكن تعمله وقناتك تطلع في حتة تانية. خليك مركز على ان انا بصنع محتوى فعلا مفيد للمشاهد والنتائج ان شاء الله هتيجي. رقم 4، من المهم جدا ان انت تبقى فاهم ان انت لو اتعلمت بس صناعة المحتوى حتى لو ما عملتش ولا سنت من اليوتيوب فانت اتعلمت مهنة مطلوبة جدا في سوق العمل، وتقدر تستخدم قناتك في اكتر من نوع بيزنس اونلاين معتمد على اليوتيوب والسوشيال ميديا. ممكن كمان تقدم خدمات لليوتيوبرز المبتدئين، ممكن مونتاج وممكن عمل صورة مصغرة وكتابة محتوى وتسويق بالعمولة وحاجات كتيرة قوي ممكن تعملها، وده اللي بنشرحه في كورس 10X يوتيوب اللي بيعرفك ازاي تضاعف ارباحك على اليوتيوب بدون ما تحقق الشروط باكتر من 21 طريقة. رابط الكورس ده موجود في صندوق الوصف بسعر رمزي جدا، شوفه هيغير نظرتك تماما عن اليوتيوب. رقم 5، ودي مهمة جدا، عشان تقدر تعمل فيديوهات افضل من غيرك فلازم دايما تكون بتقرأ في المجال اللي انت اخترته وبتتابع الجديد وبتشوف الناس اللي بتقدم نفس محتواك ده بيقدموا ايه، وتحاول مع الوقت تتميز عنهم.
طيب تعمل ده ازاي وانت لسه مبتدئ؟ هقولك على الطريقة اللي انا بعملها، وهي مش صعبة ولكن محتاجة شوية تركيز والتزام. سيب كل اللي في ايدك كده وجيب ورقة وقلم، وبناء على المجال بتاعك اللي انت اخترته او اللي انت محدده في القناة اكتب فكرة 30 فيديو على اليوتيوب فيديو طويل، واكتب 60 فكرة فيديو قصير على اليوتيوب. طيب لو بدأت بقى تفرق كده ومش عارف تكتب فكرة 30 فيديو على اليوتيوب في المجال اللي انت اخترته، فانت حاجة من الاتنين، اما ان انت اخترت مجال غير مناسب ليك، وفي الحالة دي ممكن تغير مجال القناة لو القناة مش عليها عدد مشتركين كبير، او ان انت محتاج تقرأ اكتر وتتعلم اكتر في المجال اللي انت اخترته عشان فعلا يجي لك افكار، وده لازم تعمله بشكل يومي عشان تحس ان فعلا صناعة المحتوى بالنسبة لك موضوع مش صعب. انا شخصيا ما بيعديش عليا يوم الا ما بضيف حاجة في المهارات بتاعتي او في المعلومات بتاعتي في المجال اللي انا بشتغل عليه على اليوتيوب. فانت على الاقل كده اقرا لك من 5-10 صفحات في المجال اللي انت اخترته، وشوف حوالي 5 فيديوهات في اليوم للناس اللي بتقدم نفس المحتوى بتاعك. في الحالة دي هيكون عندك فعلا افكار، هتلاقي نفسك حتى وانت نايم بتفكر في محتواك، وبتصحى تاني يوم عندك اكتر من فكرة في مجالك على اليوتيوب. لو هتقولي ما عنديش وقت، هقولك عيني في عينك كده، انا متأكد ان انت عندك وقت. قولي انت بتقضي قد ايه على السوشيال ميديا، عايز اشوف كده في التعليقات انت بتقضي وقت قد ايه. الوقت موجود عشان نعمل كل حاجة، لكن الحاجة اللي بنقول ان هي ملهاش وقت فهي مش مهمة بالنسبة لنا. فلو اليوتيوب مهم بالنسبة لك هتعرف تلاقي له وقت، فكر كده بينك وبين نفسك وهتعرف تلاقي الوقت المناسب ان انت تتعلم فيه صناعة المحتوى. حاجة تانية بعملها في خلال اليوم، طول ما انا ماشي انا بيجيلي اي فكرة بكتبها على النوتس على الموبايل، او اجندة صغيرة دايري صغير كده بقدر ان انا اكتب فيه افكاري، عشان لما اجي اعمل فيديو الاقي عندي عدد كبير جدا من الافكار والموضوع يبقى سهل بالنسبة لي. رقم 6، من المهم جدا ان انت لما تبدأ على اليوتيوب تبدأ بداية هادية، يعني انت ما تقعدش تعمل 10 فيديوهات في الاسبوع وتعملهم بجودة سيئة وبعدين تشتكي. اعمل عدد الفيديوهات اللي تقدر تعمله انت في الاسبوع. انت لسه في البداية، ما تعرفش مونتاج، لسه مش عارف المنصة، الحاجات ما بتعملهاش بسرعة، بتاخد وقت في المونتاج، فما ترهقش نفسك في البداية. خد الموضوع خطوة خطوة واعمل فيديو واحد في الاسبوع كافي بجودة جيدة، افضل كتير جدا ما تعمل 3 فيديوهات انت عاملهم كده نعكشة اي حاجة، مجمعهم من اي حتة وحطتهم على قناتك وعمال تشتكي انا ما عنديش مشاهدات وما عنديش مشتركين. وازن ما بين عدد الفيديوهات وجودة الفيديوهات، ولو لسه مش عارف يعني ايه جودة حاسب لك كورس كده صغير هيعرفك يعني ايه جودة المحتوى اللي انت بتعمله. خلي الفيديوهات بتاعتك دايما في ميعاد ثابت، وده بتعرفه من احصاءات اليوتيوب، ولو انت ما عندكش الاحصاءات دي في القناة بتاعتك ثبت ميعاد معين، وهتلاقي اليوتيوب بعد كده يقولك افضل ميعاد لرفع الفيديو على اليوتيوب لقناتك هيكون امتى. خصص يوم في الاسبوع للتصوير، وفي خلال الاسبوع جمع افكار المحتويات بتاعتك واكتب المحتويات، ولما تيجي تصور حاول تصور اكتر من فيديو، هتلاقي ان انت انتاجك اسرع كتير لان انت مظبط المكان والاضاءة والمايك وكل حاجة او حتى الكمبيوتر بتاعك، فهيكون عليك اسهل كتير ان انت تنتج اكتر من فيديو بدل ما كل مرة تعمل نفس الخطوات دي في كل فيديو. النصيحة اللي جاية دي مهمة جدا جدا، وانا متأكد ان في كتير من اللي موجودين دلوقتي بيشوفوني مش هيعملوها ده اذا كانوا اصلا لسه مكملين الفيديو. خصص على الاقل ساعة في اليوم بتتعلم فيها مهارة عشان تحسن المحتوى بتاعك وتحسن ادائك على اليوتيوب. ممكن تخلي اول اسبوع ازاي تتعلم عمل الصورة المصغرة بما ان هي مهمة، شوف في الاسبوع ده فيديوهات بس خاصة بالصورة المصغرة وحاول تطبق بايدك. والاسبوع اللي بعده ممكن كمان تتعلم كتابة العنوان بشكل احترافي، ولو دورت على فيديوهات على اليوتيوب هتلاقي فيديوهات كتيرة، وانا سايب لك فيديوهات برضو هتساعدك في صندوق الوصف. وبعد كده لمدة اسبوعين تتعلم ازاي تعمل مونتاج بشكل احترافي، برنامج او تطبيق كاب كات هيساعدك جدا ان انت تعمل محتوى احترافي بأدوات بسيطة، والتطبيق ده مجاني وبدون علامة مائية. الطريقة دي بتتابعها دايما لما عاوز اركز على حاجة معينة، لان تركيزك على حاجة واحدة بس لمدة اسبوع هيخليك معلم فيها. جرب الطريقة دي وادعيلي. وطبعا بقى طول الوقت انت بتتعلم منصة اليوتيوب، تتعلم تعمل محتوى ازاي، وبتبدأ تشوف الاحصاءات داخل القناة بتاعتك، الناس بتخرج من الفيديوهات بتاعتك امتى، وتبدأ تحسن ده خطوة بخطوة لحد ما فعلا هتبدأ تشوف نتائج رائعة. ولو انت وصلت معايا لحد هنا فانت ان شاء الله بإذن الله هتكون يوتيوبر رائع وناجح، لانك فعلا اتفرجت على الفيديو الطويل الممل ده.
وفعلا عايز تطور من قناتك ومن مهاراتك في صناعة المحتوى، ياريت تكتب لي في التعليقات أنا بطل، لأن فعلا اللي يوصل لحد المرحلة دي واحد فعلا بطل ومركز وعايز إن شاء الله يوصل. ولو حابب تتعلم كل اللي احنا قلناه ده بشكل مفصل عن طريق كورس مجاني، ادخل موقعنا www.ahmadmamdouh.com، هتلاقي إن شاء الله كورس يوتيوبيات موجود ومنظم في الموقع، تقدر تشترك فيه بشكل مجاني وتطور مهاراتك في صناعة المحتوى على اليوتيوب عن طريق الهاتف بتاعك. شكرا ليكم، وآسف إن أنا طولت عليكم. كان معكم أحمد ممدوح، سلام عليكم.